بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. تكنولوجيا المعلومات للصف السادس الابتدائي، المنهج الجديد 2024، والنهارده إن شاء الله معانا شرح الدرس الأول، وبيتكلم عن شخص من الهند كفيف البصر وتحدى الإعاقة وقدر يصبح عالم كبير جدا ويبتكر أشياء تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم في حياتهم، واخترع حاجات كتيرة. تعالوا نتعرف على حاجات من الدرس الأول. بداية، الراجل ده اسمه كارتيك سواهني. مين هو بقى الراجل ده؟ عايزين نعرف معلومات عنه، مين هو وعمل ايه وكان فين بالظبط. قال لي أول حاجة الراجل ده اسمه كارتيك سوهاني. سوهاني، تمام؟ ده الاسم بتاعه بالانجلش والاسم بتاعه بالعربي. دي صورته بقى، دي صورته في بداية تعليمه. طبعا انتوا عارفين ان في مدارس للمعاقين، الجماعة العميان دول بيقروا بطريقة برايل اللي احنا شرحناها في السنوات اللي قبل كده، والحروف البارزة. فالراجل ده بقى بدأ يبتكر ويطور الحاجات دي. طيب، أول حاجة، هو أول طالب مكفوف يتابع تعليم العلوم في المدرسة الثانوية بالهند. الطالب المكفوف ليه حاجات معينة يدرسها وحاجات ما يدرسهاش. يعني مثلا مادة زي الدراسات، هو مش هينفع يشوف الخرائط علشان يعرف شكل البحر ازاي والمحيط ازاي والقارة ازاي والدولة ازاي، مش هيعرف. طب الحل ايه؟ ان احنا نشيل من عليه مادة الجغرافيا عشان هو مش هيفهم فيها مثلا. كذلك الكيمياء والفيزياء وكل المواد اللي فيها رسومات مش هينفع المكفوف يتعلم عليها. ده بقى من وهو طالب قال لا، انا بقى عايز اتعلم العلوم دي في المدرسة الثانوية، انا لازم اتعلمها. وبدأ بقى فعلا يحاول لحد ما بدأ يتعلم وينجح في ان هو يفهمها كويس قوي. تاني حاجة، ابتكر تطبيقات للمكفوفين للوصول للمحتوى المرئي من خلال ترددات صوتية. يعني مثلا في فيديو مقلب، او في فيديو بيضحك، او في فيديو لحيوان معين مثلا. الراجل ده عمل تطبيق على النت، يعني على الكمبيوتر على التليفون، ان هو يخلي الناس اللي ما بتشوفش تحاول تفهم ايه اللي في الصورة من خلال ترددات صوتية بيعملها، تمام؟ طيب، بعد كده هو بقى مستكشف في ناشونال جيوغرافيك. ابو ناشونال جيوغرافيك هو مستكشف فيها زي العلامات اللي قبل كده، وفي نفس الوقت هو خبير في مجال التكنولوجيا، يعني فاهم فيه كويس قوي، وحصل على جوائز محلية وعالمية. حصل على جوائز محلية وعالمية في المجال ده. طيب، مش كده وبس، شارك في تأسيس موقع stme.com. الموقع ده بيحول النصوص المكتوبة إلى نصوص مسموعة ليتمكن المكفوفين من استخدامها. يعني مثلا في مقال معين مكتوب، أو أي موضوع مكتوب كتابة، طب الراجل ده مش هيعرف يقرأ، ولا في نفس الوقت الكمبيوتر فيه حروف بارزة علشان يمد إيده يقراها. فالراجل ده عمل إيه؟ أسس هو ومجموعة تاني تطبيق على الإنترنت اسمه stmi.com، يحول النص المكتوب ده لنص مسموع، ومن خلاله يقدر الراجل المكفوف يسمع ويعرف ايه المكتوب كويس جدا من غير ما يتعب في اي حاجة غير في خطوات التحويل. طيب، هي دي المنصة اللي احنا بنقول عليها اهو، اسمها اي ستيم ستيم اي. هو بقى هنا شايفين في الصورة، هو هم من ضمن المبتكرين، وبيسمعوا على الموبايل النص المكتوب ده مكفوف ده كده وده مكفوف برضه، وبيسمعوا بإضغط هنا، إضغط واحد، إضغط اتنين، تحويل النص، بيفهموا بقى من خلال خطوات. احنا بقى اللي عايزين نفهمه ايه؟ ما هي هذه المنصة وما مجالاتها؟ عبارة عن ايه المنصة دي وايه الحاجات اللي بتعملها؟ تعالوا واحدة واحدة. قال لي هي منصة تقدم برنامج معين، البرنامج ده بيغير النصوص الرقمية، يعني الحاجات المكتوبة التي يمكن استخدامها من قبل المكفوفين وضعاف البصر بسهولة. يمكن للشخص الذي لا يستطيع قراءة النص، يعني حتى لو واحد أمي ما بيعرفش يقرأ خالص، يعني أن يحمل ذلك النص إلى الموقع استيماي، وبالنسبة للموقع ده من خلال البرنامج اللي فيه هيحول لك الملف ده
من خلال برنامج الورد بتاع الكلمات، بعد دقائق يتلقى الشخص المستند ده ويستمع إلى النص باستماع قارئ الشاشة الذي يقرأ النص بصوت عالي تلقائيا، يعني هيحول لك المكتوب زي ما اتفقنا. طيب المنصة دي بقى فيها فرص التوظيف لأشخاص من ذوي الهمم، يعني مش أي حد، لازم يكون أشخاص من ذوي الهمم عشان يعرف يشتغل. الأشخاص ذوي الهمم دول قامت بعض المنظمات مثل منظمة اليونيسيف ومنظمة مايكروسوفت ومجتمع ناشونال جيوغرافيك بتوفير الدعم للأشخاص ذوي الهمم من حيث تلقي المساعدة في كتابة السيرة الذاتية والتحضير لمقابلات العمل والأسئلة المتعلقة بالحياة المهنية. يبقى بيكتبوا سيرة ذاتية، مقابلات عمل، أسئلة متعلقة بالحياة المهنية، كل ده بتلاقيه موجود على المنصة. طيب وضح بقى دور مصر، دور مصر إيه في دعم ذوي الهمم، في دعم الأشخاص ذوي الهمم ده بقى إيه بقى دور مصر في الموضوع ده؟ تعالوا نشوف. تدعم مصر الأشخاص من ذوي الهمم في العديد من الأماكن. إيه هي؟ من أجل مساعدة ضعاف البصر عندنا مكتبة في مصر اسمها مكتبة طه حسين، موجود الجزء ده في مكتبة الإسكندرية على ماسحات ضوئية تتضمن برامج خاصة تحول النص إلى صوت. يعني يقول له مثلا اضغط هنا لقراءة الكتاب، يضغط مثلا يسمع الجزء الأول، اضغط لمتابعة الجزء الثاني، مش عارف ايه، كل ايه في مساحات ضوئية يعني كده تقرأ لك، هي تقرأ بدالك انت، ما هو ما بتشوفش بقى. طيب اتنين، تقدم المنح والفرص. مصر بتعمل فرص مميزة للأشخاص الموهوبين. كان في طفلة اسمها رانيا صالح، رانيا صالح دي مصابة بمتلازمة داون، يعني عندها إعاقة والعياذ بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا. هي دلوقتي مبرمجة كمبيوتر ماهرة ومصابة بالمتلازمة دي، وهي ايه تعتبر يعني مبرمجة حاجة كبيرة قوي، يعني بتصنع برامج، بتخترع برامج، يعني كده يعني. في 2022 بقى مصر أطلقت عدة مبادرات لتوفير لأكثر من 20 مليون مصري من ذوي الهمم فرص عمل لهم ولتدريبهم لسوق العمل. مش كده وبس بقى، مصر بدأت ايه تدربهم على سوق العمل. طيب طب تعرف ايه بقى عن لغة ال HTML؟ لغة، هي دي لغة برمجة تستخدم في إنشاء صفحات الويب الثابتة. هو يعني ايه لغة برمجة؟ طيب لغة برمجة يعني انت بتخترع رموز معينة بتشغل حاجة معينة، يعني زي ما انا شغال قدامك دلوقتي، بضغط على زرار الصورة بتتغير، بضغط هنا بتتغير، اضغط هنا يطلع لي كتابة، اضغط هنا يجيني مش عارف ايه. يبقى انا بعرف اتحكم في الحاجات دي براحتي من خلال ضغطات بس. فدي برمجة، دي اسمها برمجة كمبيوتر. هم بقى بيخترعوا حاجات زي كده، تضغط يجي لك الصورة، تضغط يقرأ لك النص، تضغط يترجم لك الكلام كده يعني. فطبعا لغة ال HTML دي لغة برمجة بتستخدم في إنشاء صفحات على الإنترنت. ومن مزاياها إيه؟ مزاياها بقى، المزايا بتاعتها، قال لي هي اللغة الأمثل للاستخدام مع صفحات الويب. صفحات الويب اللي هي صفحات إنترنت يعني، بس على الويب. طيب هي أفضل حاجة للويب، يبقى هي أول شغلانة ليها إن هي أفضل لغة تستخدم للويب. سهلة التعلم، أي حد يعملها. تعمل على كل متصفحات الويب، أصل دلوقتي ممكن برنامج يفتح على تليفون وما يفتحش على تليفون تاني، لا اللغة دي شغالة على كل المتصفحات. تسمح لمطور الويب بتنظيم الأجزاء المتعددة، يقدر ينظم بقى ويظبط إيه زي ما هو عايز. طيب في لغات أخرى غيرها؟ اه طبعا توجد لغات برمجة اخرى زي الجافا. الجافا دي لغة برمجة برضو، جافا سكريبت، وزي البي اتش بي، وزي البيثون، كل دي لغات ايه برمجة، لغات برمجة ديناميكية تسمح بتعقب المستهلك ومنتجاته المفضلة او بتحديث نتائج البحث في متصفح الويب. دي بقى بتتعقب المستهلك ومنتجاته وتحدث نتائج البحث. طيب ما اللغة التي استخدمها كارتيك ساوهوني ده اللي هو احنا بنتكلم عنه؟ قال لي استخدم لغة البيثون دي، وهي لغات برمجة، وفي بقى ولغات برمجة أخرى مثل السي بلس بلس والسي اي والسي ويندو اللي هو السي شباك ده. تمام؟ طيب المبتكرون بقى زي واحد اسمه ديدي اليهايدي، الراجل ده بيفضل استخدام لغة الجافا اللي هي أول واحدة اتكلمنا عنها دي.
ليه؟ لأنها تعمل على جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة زيها، زي بقى إيه، زي ال HTML برضو نفس الكلام. طيب تستخدم في إنشاء تطبيقات، هنا ميزة جديدة، هناك دي كانت شغالة في الويب بس، دي بقى في إنشاء إيه، تطبيقات زي تطبيقات المنبه، زي تطبيقات بتلون الشاشة، زي تطبيقات بتنقي الصور، الحاجات اللي على أجهزة التليفون دي. يمكن استخدامها مع لغات برمجة أخرى مثل ال HTML، يندمجوا الاتنين في بعض ويعملوا شغل واحد، فهي تجعل صفحة الويب أكثر تفاعلية من خلال إضافة محتوى أو رسوم متحركة، برضو تقدر تضيف من خلالها رسمة، صورة، صوت كده. استخدمت في إنشاء موقع يوتيوب وفيسبوك وأمازون ومواقع تطبيقات أخرى زي اليوتيوب، أنت بتبحث كيف كذا يجي لك فيديو كأن كذا، يجي لك فيديوهات، فدي برضو إيه، تعتبر برمجة، واللغة دي استخدمت في اليوتيوب. طيب انت بقى كباحث عاوز تبحث حاجة، ايه الحاجة اللي هتبحث عنها؟ ايه صفاتك انت كباحث جيد؟ يعني بتبحث كويس؟ قال لي التعلم من الباحثين الآخرين، انك بتتعلم منهم يعني، الحرص على قراءة معلومات صحيحة في المكتبات الرقمية والمجالات الأكاديمية من خلال باحثون آخرون، يعني تكون حاجة صحيحة مش بتنشر وخلاص. ذكر مصدر المعلومات، لازم تقول بقى الحاجة اللي انت جبتها منين، من كتاب ايه، من صفحة ايه، من مكتبة ايه، وطلب الاذن قبل النشر من صاحب الحاجة، صاحب الكتاب، صاحب الموقع، تقول انا هنشر استأذن منك يعني. تمام، دي كانت اهم جزئيات الدرس الاول، وهنسيب لكم اسفل الفيديو ان شاء الله رابط، تحملوا منه الصور والصفحات دي تذاكروها وتحفظوها زي ما احنا عملناها على هيئة اسئلة واجابات، وامتحان الكتروني برضو علشان ايه، تجربوا نفسكم فاكرين ولا مش فاكرين. يلا بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.